غرفة الحوار الإسلامي المسيحي عبر البالتوك مسلم كريستيان دايلوك تقدم. ألو ألو مساء الخير يا فندم، سلام ونعمة. سعادة الأب الفاضل يوسف، أبونا يوسف. أيوة من حضرتك. ربي يباركك ويبارك تعب محبتك. مع حضرتك الأستاذ وسام عبد الله من نيويورك. أهلا وسهلا. أهلا بيك، ربي يباركك. سعادة الأب الفاضل المحترم، الكتاب المقدس بيقول كونوا دائما مستعدين لأن تردوا على من يطلب منكم دليل ما أنتم عليه من الرجاء. كان عندي سؤال بسيط كده لحضرتك، هل يسوع خلق مريم أم مريم خلقت يسوع؟ أنا عايز أول أعرف أنت بتسأل أسئلة ليه بقى؟ لأن الكتاب المقدس إيه الغرض؟ إيه الغرض من ورا السؤال؟ حاضر يا فندم، الكتاب بيقول كونوا دائما مستعدين لأن تردوا على من يطلب منكم دليل ما أنتم عليه من رجاء. يسوع بيقول اكرزوا بالإنجيل للخليقة كلها. الكتاب بيقول اكرز بالكلمة، أعقف على ذلك في وقت مناسب وغير مناسب. يسوع بيقول فتشوا الكتب. يسوع بيقول ابحث عن الحق والحق يحررك. يسوع يقول من ينكرني أمام الناس أنكره أمام أبي الذي في السماوات. يسوع يقول من طيب انت حافظ الكتاب المقدس كله اهو، ايه غرض سؤالك؟ غرض سؤالي وتعرفون الحق والحق يحرركم. من خلق، هل يسوع خلق مريم أم مريم خلقت يسوع؟ ربنا هو الخالق طبعا. ما طبعا ربنا هو الخالق، ربنا هو الخالق فعلا. هل يسوع خلق مريم أم مريم خلقت يسوع؟ ربنا الخالق. ما أنت بتقول ربنا الخالق، أنت بتقول ربنا الخالق. لا مش واضحة، لا مش واضحة. ربنا مين حضرتك؟ ربنا مين؟ ربنا اللي هو يسوع. فين في الكتاب المقدس أين قال يسوع عن الله؟ ناس كتير. فين؟ اتفضل اديني نص واحد بس. عندك 27 سفر، اديني نص واحد بس. شفت؟ هل فتش الكتب لأنها هي التي تشهد بي؟ شوف يا سعادة الآب الفاضل المحترم، أنت إنسان مش مؤدب كده؟ ومحترم، اسمعني لا لا حضرتك، لا لا، اسمعني بس بص حضرتك، حضرتك اسمعني. إنجيل يوحنا، اقرأ إنجيل يوحنا طيب. هتلاقي أدلة كتير لا على لا لا، أنا ما بقولش ربنا يسوع أدلة، هو. أنا لا أطلب أدلة على لاهوت يسوع. أنا بقول لك أين قال طيب يسوع عن الله. العهد القديم إيه؟ شوف حضرتك، أنا لا أطلب أدلة على لاهوت يسوع. أنت بتجاوب سؤال غلط. السؤال أين قال يسوع عن الله؟ لأن أنت you assuming that Jesus our Lord and our God. أنت بتستنتج أن هو الله، لم يقول عن الله. أديك مثال. لو ترجع للتكوين حضرتك الإصحاح 46 3، فقال أنا الله إله أبيك. لو ترجع للتكوين 35 11، وقال له الله أنا الله القدير. لو ترجع لمزمور 46 10، كف واعلموا إني أنا الله. لو ترجع لإشعياء 46 9، اذكر الأولويات منذ القديم لأني أنا الله وليس آخر، الإله وليس مثلي. لو نرجع لإشعياء 45 22، التفتوا إلي واخلصوا يا جميع أقاصي الأرض لأني أنا الله وليس آخر. لو ترجع لإشعياء 43 12، أنا أخبرت وخلصت وعلمت ليس بينكم غير وأنتم شهودي، يقول الرب أنا الله. من الذي يقول؟ لاحظ الرب يقول. أين قال يسوع أنا الله؟ النصوص واضحة. فين قال أنا الله؟ أنت عاوز توصل لإيه يعني؟ أنا مش عاوز إيه الكونكلوجن بتاعك على طول يعني، عاوز توصل لإيه؟ اللي أنا عاوز أوصل له ما قال يسوع. إنجيل يوحنا 48، أنا إنسان قد كلمكم بالحق الذي سمعه من الله. أنت بتعبد إنسان. أنت حضرتك غلط 100%. اتفضل. مش واحد. اتفضل. لأن إشعياء النبي قال يولد لنا ولد ونعطى ابنا تكون الرياسة على كتفيه وبحكمه مشيرا عجيبا إلها قديرا أبا أبديا رئيس السلام. ممتاز. حد إله قدير ومشير وعجيب. طيب. لا لا، دقيقة واحدة بس، دقيقة واحدة بس، دقيقة واحدة. النص حضرتك قلته في إشعياء، النص باللغة العبرية يتكلم عن شيء حدث في الماضي، في الماضي وليس في المستقبل. النبوءة شيء سوف يحدث في المستقبل. النص بيقول عن شيء حدث في الماضي، فكيف يكون نبوء عن يسوع؟ الرد التليفون اتقفل. نحاول نتصل بيه مرة تانية. نزلوا النص يا اخوة.
96 اشعياء اعتقد. اشعياء 96. طيب لكل المتواجدين في الغرفة الآن، النص بيقول أولا أنا السؤال بتاعي إيه؟ السؤال بتاعي إيه؟ أين قال يسوع أنا الله؟ بيقول لي إشعياء بيقول يسوع أنا الله. أنا حاول بس كل مسيحي يركز معايا. أسأل الله أن يهدينا جميعا. أنا بسأله أين قال يسوع في الإنجيل أنا الله؟ يقول لي النص ده يسوع هو الله. النص ما فيهوش يسوع، أدي أول شيء. النقطة الثانية، لاحظوا شيء. الترجمة العربية هنا ترجمة فان دايك بتتكلم على شيء في المستقبل. جميل، خليكم معايا، خليكم معايا. لو نرجع مثلا على سبيل المثال هنا نفس النص اللي هو اشعياء 9:6، ترجمة فان دايك بتقول لأنه يولد لنا ولد ونعطي ابنه وتكون الرئاسة، تكون يعني في المستقبل الرئاسة على كتفه، ويضع اسمه عجيبا مشيرا إله قديرا أبا أبديا إله السلام. جميل، جميل. اتفضل ترجمة ايه؟ ترجمة عربية، ترجمة اليسوعية والكاثوليكية. لقد ولد بس في الماضي لنا ولد، وأعطي في الماضي لنا ولد، فصارت الرئاسة على كتفه في الماضي. مش كده بس، لو نرجع بقى للعبري وترجمته باللغة الإنجليزية، العبري وترجمته باللغة الإنجليزية، اتفضلوا حضراتكم اهو، وهنزله على التكست. ثواني حضراتكم، اتفضلوا. النص بيتكلم على شيء حدث في الماضي، في الماضي. الترجمة لا، انت جايب كينج جيمز فيرجن، كينج جيمز فيرجن بتتكلم على شيء في المستقبل، انا بجيب الاصل العبري وترجمته بالعبري. جوش بريس، هناك فرق. فبتقول ايه؟ For a child is born into us. A son is given, given في الماضي. And the government is abolished. وكانت الرئاسة على his name is called، دعي اسمه كذا في الماضي، في الماضي، في الماضي، مش نبوءة. طيب لو رجعنا للنص، للنص كما هو، للنص كما هو، النص لو قلنا ده حتى على سبيل المجادلة مع رغم كذب فان دايك، اسمع، لا ينطبق على يسوع. لماذا؟ اولا بيقول تكون الرئاسة على كتفه. يسوع يقول مملكتي ليست من هذه العالم. يسوع حاول يعمله ملك، اليهود رفض، هرب منهم. اثنين، اسمه عجيب مشير. يسوع اسمه ولا عجيب مشير. مين اللي يقول كده؟ الكتاب المقدس متى 21، سمي يسوع لانه يخلص شعبه من خطاياهم، فهو رسول اليهود فقط، شعب اسمه يسوع عشان يخلص شعبه. ولذلك يسوع يقول لم أرسل إلا لخراب بيت إسرائيل الضل، 21. إلها يسوع لم يقول أنا الله، عندك نص جيبه. قديرا، هل يسوع قدير ويقول أنا لا أقدر على أن أفعل من نفسي شيء؟ أبا. هل يسوع هو الأب؟ هرطقة، وقعت في الهرطقة. هل يسوع هو الأب؟ أبا أبديا. هل يسوع هو الأب؟ الذي يقول يسوع باب مهرطق، الأب ليس هو الإبن. دي هرطقة سابليوس، هرطقة مؤلم الآن. يسوع ليس هو الأب. رئيس السلام، هل يسوع رئيس السلام؟ لا تظنوا إني جئت لألقي سلاما على الأرض، ما جئت لألقي سلام بل سيفا. ده إله السلام ده، إن جاء أحد يأتي إلي ولا يبغض، والبغض شدة الكر، إن جاء أحد يأتي إلي ولا أخاه، متأسف، أباه وأمه وامرأته وأولاده وأخواته وأخواته حتى نفسه فلا يرضى أن يكون التلميذ. كان معانا لواء مباشرة الآن القمص سيفراس يوسف، نورث كالورينا، الكنيسة الأرثوذكسية نورث كالورينا، القبطية الأرثوذكسية. مع تحيات إخوانكم في غرفة الحوار الإسلامي المسيحي عبر البالتوك. مسلم كريستيان دايلوغ. الحمد لله، الحمد لله، الحمد لله، الله أكبر، كبير، كل فرد، الله أكبر، الله أكبر، الله أكبر، الحمد لله ربي يهدي
أهتف باسمك قلبي الحمد لله الحمد لله الحمد لله ربي يهتف باسمك قلبي الحمد لله الحمد لله حمدا إلهي وشكرا أنت يا معبد يا من جل قدرا جل قدرا لك الحمد طوعا لك الحمد فرضا وثيقا عميقا سماء وأرضا.